بقى ممنوع دلوقتي، التقرير الطبي اللي معايا يمنعني ان انا ما اشتغلش، وممنوع تدخل حتى الاسم، اسم وممنوع الاسم، الشرطة ولا السجن، ولا السجن، ممنوع تدخل. ممنوع تدخل السجن. ودخلت مرة ما قبل دخلت كده؟ السجن انا، وطلعني الرئيس بقرار جمهوري، طلعت من السجن. ودخلت ليه السجن يعني؟ عشان الجيش. كان ما دخلتش الجيش. الجيش يعني؟ زي تهرب يعني. تهرب عشان على حسب ما اخشش ما اعملش غلط، كنت خايف من الغلط يعني. يعني بالنسبه لموضوع الجواز، يعني عشان نكون صرحه كده، يعني احنا كلنا فاهمين، يعني انت عندك طاقه جنسيه او رغبه جنسيه قويه جدا، انا فلازم اجتماع جنسي يوماتي 15 مره بتقرير طبي كله. 15 مره اجتماع جنسي مع زوجتك. ده كل يوم؟ كل يوم. ازاي يعني؟ لا اله الا الله، محمد رسول لا الله. اله الا الله، يعني هي حاجه كده رباني. حاجه طبعا ربانيه الحمد لله، حاجه ربانيه. طب وهم بقى يعني زوجاتك، هل ده شيء بالنسبه لهم يعني يعني بيقدروا يعني مؤاخذه؟ طبعا ما انا معايا اربعه ست، انا معايا اربعه، امال انا اخد الاربعه ليه؟ ما اصل لو معايا واحده او اتنين مش هينفع. مش طب هينفع. ممكن تسمح لي اتكلم شويه مدام صباح ماشي ومدام ماشي رضا بقى؟ ماشي ماشي اهلا اتفضل. بيكم. اولا انتوا داخلين كده مبسوطين من بعض، مفيش مشاكل، لا مفيش الحمد ضرب، لله. مفيش موافقين على الحمد الوضع لله. ده يعني؟ مفيش. الحمد لله. الحمد لله. مين فينا يقدر على 35 عيل؟ ربنا يخليهم لك يعني يا رب. طب انا ده ربنا اللي عمل كده، انا هعمل ازاي؟ ربنا الله اللي عمل كده. يعني. انت صحيح ما بتنامش؟ ما بنامش. من يوم ما اتولدت. من يوم ما اتولدت؟ كنت وبعدين انا والدي قوه خارقه، انا وارث من والدي يعني. تمام. انا والدي ده، والدي كان انا 260 حصان، كان والدي 840 حصان. وانتوا بتقيسوا الحصانه دي ازاي؟ انا بتقيسها ازاي ان انت 260 حصان؟ في المستشفى سيادتك انا فعلا. طبعا كشفت، بياخدوا مني عينه من هنا وعينه من السلسله، وقوه البني ادم هنا وفي السلسله بتاعت ظهره. لان 260 حصان ده زي ما حاجه اسمها الحصان الميكانيكي سيادتك. الحصان الميكانيكي. مقياس قوه البني ادم كلها. بس البني ادم العادي ما يجيش ريحه حتى الحصان. يعني انا مفيش. يعني انا مثلا لو قست نفسي اطلع لي انا بتاع كام مفيش حصان؟ مفيش يا سيادتك، مفيش حاجه. اطلع لي ما تكملش حصان واحد. مفيش ولا ما تكملش انت ولا بقى من سيد يا اخي، انت خليتنا شويه. نحزن على نفسنا يعني. يعني انت عاوزني مثلا تتعبتني نفسيا. لا يا فندم، لا هو انا اصل الحاجات دي خدتها من الدكتور الطبيب الكبير، سالته بقول له طب البني ادم العادي، قال لي ولا اي ريحه. مفيش ريحه. مفيش. ما يحصلش يا اخي. لكن انت كقوه خارقه 200 الحصان الواحد، ولا الهواء 360 راجل لياقه بدنيه كامله. ياه. الحصان الواحد 360 راجل لياقه بدنيه كامله، مش اللي عنده السكر ولا الضغط ولا اللي طبيعي، اللي هو عنده لياقته مظبوطه. ياه. الحصان الواحد. ما جربتش يا عم السيد مثلا لو اكيد جربت تشيل طوب كبير ضخم؟ طب هشيل طوب لمين؟ مين هيقول لي تعال اشتغل عندي شيل طوب، هعمل بيه ايه؟ لا مش على الشغل عامة يعني. حاولت زي ما عرفت بتشيل عربية نقل مثلا؟ مثلا ان شاء الله. بامر الله. لا اله الا الله، لا اله الا الله، محمد رسول الله. وعلى فكرة قالوا لنا ان انت رفضت تشيل عربية قبل ما تدخل عشان خفت لحسن يجي لك طاقة يعني فتكسر الاستوديو. في شحنة. يعني الشحنة ديت يعني بتيجي للواحد، ما دي ما اقدرش ابلك نفسي بيها. ممكن احطم اللي قدامي كله. ازاي؟ ايه اللي بيحصل لك يعني؟ انا دي بصراحه انا ما فهمتهاش لما دنيا المراسله اللي كانت معاكو حكت لنا على الموضوع ده، انا ما فهمتش. هنا في احترامي ليك، طالما انا زي الانسان العادي لما بيغضب بيبقى غير طبيعي. يعني هو عادي وبيغضب. يعني ما فيهوش عنده قوه خارقه وبيغضب، بص تلاقي ان هو غير طبيعي. ممكن يغلط في حد، ممكن يعمل اي حاجه. احنا بقى القوه دي لما بتيجي الشحنه بتاعتها، فدي ما نقدرش نملك نفسنا. حتى من غير غضب، من غير اي مشاعر؟ لا ما هو لا ما انا كده خلاص بقى، هو اساسا ده عرق في الظهر كده رباني. هو ده. انا حسيته لما بمدي لك ايدي كده انا ما بضمش ايديا، ما بتسلمش. لا ما بضمش ايديا، لانك لو ضميت ايديك ايه اللي هيحصل؟ لا مش هيكسر طبعا صبعك. مش هيحصل كويس. لا وعلى ايه؟ ما احنا انت بتكسر الكوين عادي يعني. انا مثلا اهو. يا لا ما خليك، انا شايف كويس. على فكره عم سيد مسك الكوين اما مرتين كده. ودي عمله ثانيه بعينيه. ايوه وبيعملها بعينيه. صح.
شفتك التنت بعينيك. اه بعيني. دي اقوى حاجه. ولا اتوجعت ولا حسيت دي اقوى شيء. دي اقوى حاجه بقى. دي انا ممكن يعني اسهل حاجه امسك قطر وما اعملش دي. دي اصعب من ماسك القطر. مدام بقى عايزين مدام بس عايز اعرف الاكل بقى اللي بياكل ايه. بيقولوا ما بينامش. طب انتوا لما تحبوا تناموا هو يفضل صاحي وانتوا تخشوا. ما انا معايا اربعه بقى دي تعبانه اروح للثانيه بقى. تبقى ما انا متجوز اربعه عشان كده. اه ما انا بوزع نفسي عليهم. تبدل كده طبعا. الضحايا الضحايا. مدام صباح عم سيد بقى بياكل ايه؟ نظام اكله بياكل ايه؟ في حاجات معينه مثلا بياكلها؟ حاجات ما بيحبهاش؟ حاجات لازم ياكلها؟ ايوه هو طبعا بيحب اللحوم شويه. يعني الحاجات المسبكه لا، الدمعه كتيره لا، وسمن البلد اشربها والنيه واللي هي النيه اكلها. بتحس انها بتديك قوه اكتر او شيء؟ ولا لا لا. الاكل بيأثر؟ هو البني ادم العادي اساسا ما يقدرش يشرب سمنه او ياكل ليه نيه. مظبوط. لو مش اكل ليه نيه يتعب ممكن يموت فيها كمان. اصل دي قوه مش اكل. قوه بتحس. قوه شرب السمنه ده قوه. عايز ارجع لموضوع المعاشره الزوجيه ده. تحت امرك. 15 مره في اليوم ان شاء الله. ان شاء الله. وعندك وقت ولا ايه؟ اه في وقت.